وجهه 4 مرات ودي ان شاء الله الخمسة. 5 مرات. المرة الخامسة دي اللي هي هتلعب. 2014 ماتشين، والاسبوع الشهر اللي فات دوت ماتشين. قبله 4 مرات. 2 في الأمم، وواحدة في نهائي الأمم الأفريقية في تصفيات كأس العالم الرابعة، والخامسة في كأس العالم اللي جاي إن شاء الله. 4 مرات. مرتين في 2014، ومره في نهائي افريقيا، ومره التصفيات. مصنف خاطر يعني هو ساديو ماني في السنغال وصلاح في مصر بنفس المنتخبات، كان في 2014 مرتين، والمرتين الاخر يبقى 4 مرات. مرتين، مره في نهائي بطوله افريقيا، ومره في تصفيات نهائي كاس العالم. مرتين، واللي جاي دي الثالثه. تقريبا 4 مرات. بصراحه انا مش متذكر قوي، بس حاول افتكر معاك. وطبعا اخر مره دي بتاعت تصفيات امم افريقيا، لا سوري، كان نهائي امم افريقيا، وطبعا بتاعت الاسبوع ده اللي هو كان نهائي تصفيات كاس العالم. يبقى كده ان شاء الله دي هتبقى الثالثه. بس راوند كان من حوالي 5 years مثلا. قابلنا راوند 4 مرات، واللي جايه دي هتبقى الخامسه.